مرحبا بكم أعزائي في درس آخر. هذا الدرس طبعا مهم جدا لأنه أغلب المنظومات تحتوي على دائرة السيكونس. شنو قصدنا بالسيكونس؟ السيكونس هي دائرة راح تنطيك يعني شروط لبداية التشغيل. ما يصير عندك تشغيل إذا ما متوفرة هذه الشروط. طبعا حتى بالسيارات، ولو السيارات ما بيها PLC، ولكن لتقريب المثال انت احيانا ما يصير عندك تشغيل لانه اكو فد خطأ موجود، لانه اكو فد شيء بعدين ما جاهز. كذلك في المولدات، في يعني اي منظومة كبيرة كانت، راح تشوف انه يخلي لك بعض الشروط، منظومات الثانوية، الحرارة، التزييت، الضغط، كله يكون مناسب، يلا يصير عندك اجنيشن، يلا يصير عندك تشغيل. في الهيترات ايضا، في اي شيء يعني تشوفه يحتاج له فد شروط، اذا ما متوفره الشروط ما راح يشتغل. زين، راح نجي لهذه المنظومه اللي صممناها المبسطه. بالبدايه خلينا الامرجنسي، طبعا هو اهم شيء الامرجنسي، انه اتاكد انه ما حد ضغط الامرجنسي. اذا مضغوط هذا الامرجنسي راح يطلع عندي خطأ، او ما راح تشتغل عندي المنظومه. أنا شنو أريد؟ أريد الـ Q1 الضوء الأخضر يكون شغال، وهاي الوضعية الطبيعية، وبالوضعية الغير طبيعية يشتغل عندي الـ Q3 اللي هو الضوء الأحمر. أوكي، فنجي على الإمرجنسي. أوكي، الإمرجنسي ما بي إشكال، يعني بوضعية الريليز هو باعتبار نورمالي كلوز، فهنا راح يكون موصل. اوكي، راح ننتقل للحاله الثانيه. هسه الحاله الاولى الامرجنسي، الحاله الثانيه هي حاله الاوف. انا لا اريد اوتو ولا اريد مانيوال، لازم يكون حاله الاوف، يعني لازم السلكتر مالتي الهاند اوتو لازم يكون بوضعيه الاوف. هذا الشرط الثاني. فهذا الشرط الثاني. الشرط الاول عرفناه هو الامرجنسي، لازم يكون ما حد ضاغطه، ما حد جاي ومغير من حالته. الشرط اللي بعده هو الريلي، لازم الريلي ما يكون شغال بوضعية الاعتيادية بالنورمال يكون. فهنا ماخذين من النورمالي اوبن اللي هو رقم 7، ماخذين العفو من النورمالي اوبن رقم 7، ماخذين رابطين للاي دي، ماخذين نورمالي اوبن، فهذا يضمن لي انه الريلي مو شغال. اوكي، الاي سي هو هذا الكاشف المعادي، الميتال ديتكتور. زين، كل هذه البيانات راح نخزنها وين؟ في ميموري اسمها ام 1. خزنت هذه البيانات كلها في هذه الميموري ام 1. بعدين ام 1 استدعيها بالكونتاكت اللي بعده بالرانك 2. بالرانك 2 من استدعيت هذا الام 1، يعني حمل هذه الخمس بيانات الموجوده هنا واجي اكمل. اجي اكمل بالانالوج، اريد ايضا الانالوج ادخله ضمن الشروط. هنا الانالوج راح تلقاه مخليه اكبر او يساوي 8. انا خليت شرط انه اريد هذا الانالوج او هذا السنسر ينطيني اشاره اكبر من 8، يلا انطيه تشغيل. فاخترت رقم 8 هنا، واختاريت الشرط الاكبر، اكبر او يساوي. زين، بعد هذا كله يلا انطي الستارت. هذا البوش بوتوم اللي باللون الاخضر اللي هو نورمالي اوبن، اوكي، او البي 1 احنا مسميه البي 1. اذا انضغط راح يصير عندي ستارت، اوكي، وبنفس الوقت راح يطفي الضوء الاحمر. زين، الاي 3 استخدمتها، البوش بوتوم الثاني البي 2 او النورمالي كلوز بوش بوتوم اللي باللون الاحمر راح يسوي لي شنو؟ راح يرصد لي الكيو 1. اوكي، زين، هذا طبعا للضوء الاحمر حتى يبقى شغال. فاحنا عرفنا احنا علينا باول 2 رانك، اول 2 رانك جاي يعطيني سيكونس، جاي يعطيني شروط، اذا هذه الشروط ما موجوده ما يصير عندي تشغيل. احنا بالفيديو العملي راح نوضح لكم شرط بعد شرط، فابقوا ويانا. يعني اوكي اعزائي، دائرة مهمة اخرى وهي السيكونس. هنا راح الشرط بالنسبة راح يكون بها عدة شروط. هذه الشروط اللي خليناها هنا ممكن تختلف من دائرة إلى أخرى، ولكن احنا افترضنا انه هذا السلكتر يكون على الأوف، ليس على الأوتو ولا على الهاند. هذا البوش بوتوم ما مضغوط الأوف،
والإمرجنسي بوضعية الريليز مضغوط، بعد الميتال ديتكتر اللي هو نورمالي كلوز، أيضا باقي بوضعية الطبيعية اللي هي نورمالي كلوز ما متحول نورمالي أوبن يعني ما ملقط. أوكي، وبعد شنو عندنا؟ عندنا الريلاي أيضا ما ملقط، يعني راح نحاول بالمنيولي راح نشغله حتى نتأكد من إنه برنامجنا صحيح. فراح نخلي برنامج بهذا الوضعية ونشغل P1، المفروض يشتغل عندنا الضوء الأحمر، وبالوضعية الأوف لازم الضوء الأخضر عفوا، وبالوضعية الأوف يكون عندنا الضوء الأحمر شغال. فقبل كل شيء خلينا نسوي داونلود لبرنامجنا من الحاسوب باستخدام كيبل الداتا. ونتأكد انه تحول الى وضعية الستارت. اوكي، صار وضعية الرن. هسه اذا ننتبه بوضعية الرن شنو جاي يصير عندنا. وضعية الرن حاليا جاي اقرأ الستيتس على الكيو 3، يعني انا خليت شرط انه اذا ما صار تشغيل شغل لي الضوء الاحمر. اوكي، يعني وضعية الستوب. اوكي، فمن اجي اشغل ما جاي يصير عندي تشغيل. شوف اكو سبب، يعني اكو احد من الاسباب جاي يمنعني انه يصير عندي ستارت. شنو هذا السبب؟ لازم نتأكد. طبعا الشرط اللي ضفناه واللي احتمال كبير هو هذا السبب، هو الانالوج. يمكن خلينا على 8، خلينا الشرط على 8. فلازم ازيد هذا الانالوج حتى ينطيني اشارة 8 تقريبا او اعلى منها حتى يتحقق جميع الشروط. فراح ازيد القيمة مال الانالوج وارجع الى هذا البوش بوتون. حاليا كل الشروط متحققة والسيكونس طبيعي، تصير عندي عملية تشغيل واطفاء. ممكن هاي العمليات اعوضها بالتزييت بالتبريد وغيرها، يعني بحيث يكون عندك عمليات مستقرة قبل أن تشتغل المعدة. يعني إذا أجي أحد الأشخاص ومغير بهذا السلكتر، أنت لما ما تجي تشغل ما راح يصير عندك تشغيل. أوكي، أنا مخلي شرط أنه يبقى على الأوف يلا يصير عندي تشغيل. إذا أحد مخليه على الفرضان الهاند أو المنيوال أيضا ما يصير عندك تشغيل، لازم يكون على الأوف يلا يصير عندي تشغيل. فهذا اول شرط عندي. الشرط الثاني emergency، اذا كان emergency مضغوط وتريد تشغل ما راح يصير عندك تشغيل، الا اذا وضعية الريليز وتجي تشغل يلا يشتغل. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، اذا الميتال ديتكتر جاي يلتقط لك اشارة وانت جيت وشغلت ايضا ما راح يصير عندك تشغيل. بعد الشرط الآخر العفو هو الانالوج إذا كان أقل من 8 وتريد تشغل ما راح يصير عندك تشغيل، لأن خلينا الشرط مالت 8. أوكي، ويبقى الريلي راح مانيوالي، أني راح أضغط على هذا البطن اللي بي اللي بالاعلى راح اشغله مانيوالي. اوكي، واضغط على البوش بوتوم ايضا ما راح يصير عندي تشغيل. هذا هو كل ما يخص السيكونس. السيكونس هو انه تخلي شروط بالتوالي بحيث تتحقق كل هذه الشروط يلا يصير عندك عملية تشغيل طبيعية. ما عدا ذلك انت ما راح تقدر تشغل، راح تبقى على وضعية الاوف و
تنتظر لحد ما تحقق كل هذه الشروط، يلا يصير تشغيل طبيعي. اوكي، لحد هنا انتهينا من درس السيكونس. تحياتي لكم.